بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة هناخد يونت 2 من منهج كونكت بلس. اليونت اسمها ليتس جيت فيت. ويعني ايه ليتس جيت فيت؟ يلا بينا نبقى ايه، نبقى جسمنا فيت كده، رياضي ومنسق وشكله جميل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يجيلكوا كل الفيديوهات بتاع يونت 1، وتابعوا معايا. يلا بينا يونت 2، تعالوا نشوف يونت 2 بتتكلم عن ايه. اول حاجه ليسون 1 من بيج 16 و18 في كتاب المدرسه، واول الكلمات اللي موجوده في الكتاب فيس، ارم، ليج، هيد، بيك، يعني من ار، ودي كلمه جديده علينا، لكن كل الكلمات التانية كانت خدناها في كيجي وخدناها في اولى ابتدائي جريد 1. وينجز يعني اجنحه، فيذرز يعني الريش بتاع الطيور، وفوت يعني قدم، وفيت يعني الأقدام الاثنين، يعني أكتر من رجل، لكن فوت واحدة بالأو يعني رجل واحدة، لكن بالإي يعني اثنين. تمام. طيب تالونز يعني مخالب، اللي هي زي الضوافر اللي بتخربش بتاعت الحيوانات، اسمها مخالب، اسمها تالونز. وتوس يعني سنة، وتيث يعني أسنان. توس بالأو برضو يعني حاجة واحدة، لكن بالإي يعني أكتر من حاجة، اللي هي أسنان. كلاوز يعني برضو مخالب، ولكن هنا في تالونز وفي كلاوز، في مخالب بمعنى تالونز وفي كلاوز. وتعالوا نشوف الفرق ما بينهم في التدريبات. وهنا أسماء بعض الحيوانات والأفعال. هب هو هوبو، هوبو يعني الهدهد، بيردز، انسكتس، تورتويز، كروكودايل، سبايدر، كات، وهيلب يعني يساعد، فايند يجد، ايت بيلي، لوت يعني بيلعب كتير، سليب ينام، ران، وهاز او هاف يعني عنده او يمتلك، وخدناه فيرب تو هاف وفيرب هاز. طيب read and learn. My cat is small. الصورة هنا بيحكي ولد، بيحكي مع مين؟ بيحكي مع أخته. بيقول my cat is small and young، صغيرة. It has three black feet، عندها ثلاث أرجل لونهم أسود، and one white foot يعني رجليها ورجل واحدة بس هي البيضة. تعالوا نشوف القطة هنا، أهيت القطة دي بتاعته وهو بيتكلم عنها. تعالوا نشوف أخته هتتكلم عن التيرتلز بتاعها ازاي. My turtles is old and slow. It has four short legs. رجليها صغيرة زي ما احنا عارفين التيرتلز رجليها صغنونة. And funny funny face. عندها وش ضاحك كده حلو جميل. It usually sleeps يعني دايما تفضل نايمة. It doesn't run ما بتجريش خالص، دايما السلحفة بتبقى أهدى من القطة. طيب الهوبوز are small bird. الهدهد عنده هو small bird، طائر صغير. They have orange, black and white feathers، عنده أبيض وأورنج وإيه وبلاك ريش. They have long، هما thin peak، عنده عنده منقار طويل، المنقار بتاعه ده طويل. تمام. their peaks help them to find insect and spider to eat. المنقار ده بينقر بيه في التربة علشان يلاقي الحشرات الصغيرة، عشان يساعده ان هو يجيبها من اعماق التربة ويجيبها من جوه خالص عشان يعرف ياكل ويعرف يصطاد السبايدر، علشان السبايدر زي ما احنا عارفين بيبقى متعلق على الحيطان او على الشجر او على حاجة اماكن بعيدة. Do crocodiles have wings؟ هل التمساح او التماسيح عندهم أجنحة؟ No they don't. تمام. طيب السؤال بدو، يبقى الإجابة برضو فيها دو، ولو نفي هتبقى don't. Do crocodiles have claws؟ عنده claws. Yes they do. الكروكودايلز عنده مخالب؟ أيوة عنده مخالب في إيده، عنده مخالب. طيب this was this،
هناخد this للقريب ولكن this للبعيد، يبقى this حاجة قريبة مفرد وحاجة صغيرة مش كتير، وزيس للجمع، زيس للمفرد للجمع برضو القريب، يبقى زيس وزيس، زيس وزيس برضو هما الاتنين حاجة قريبة. لكن لو حاجة بعيدة هنقول برضو بعدين هنسميها ايه عشان ما لخبطكمش. زيس از ا بيك، هو ده المنقار. These are feathers يعني الجمع، بناخد these عشان هنا 1 2 3 4، يبقى هنقول these، يبقى this للمفرد وthese للجمع. طيب تعالوا نشوف هنا الماتشنج. the turtles has عندها ايه turtles؟ عندها four short leg، ايوه عشان هما صغيرين رجليها. Do birds have wings؟ هل الطيور عندها؟ يبقى yes. Yes ايه السؤال؟ في do يبقى yes it is، صح. تعالوا نشوف هنا على yes they do. yes بدل في do، يبقى الإجابة برضو هيبقى فيها do، يبقى they yes they do. Hoppos have الهدهد عنده، حيوانات او طيور الهدهد عندها ايه؟ long beaks، برافو، بقها منقارها طويل. do spider have talons؟ هل السبايدر عنده talons؟ هنقول له ايه؟ no they don't ولا no it doesn't؟ السؤال فيه do، يبقى الاجابه فيها do، يبقى no they don't. تمام. طيب this is this is a has big، لا feet، this is feet ولا this yes ولا this is a foot ولا this is half clown؟ ممكن نقول this is a foot. cats القطة عندها ايه؟ القطة عندها كلاوز، عندها مخالب، عندها ضوافر بتخربش بيها. these are دي حاجات للجمع. these are feet، قلنا الفيت يعني أرجل كتيرة، رجل ورجل اهو، دي صوابعنا في رجلينا وكده، يبقى رجلينا فيها ايه؟ دي رجلين، والرجلين بتبقى feet بالاي، تمام، عشان هي جمع. The crocodile has big teeth، عنده ايوه عنده بق كبير جدا، صح كده. طيب تعالوا نشوف right or wrong على yes or no. hoppos have long beak، عنده منقار كبير، ايوه اكيد طبعا. the turtles has two short leg، عندها اتنين بس، two short، لا طبعا عندها four مش two. The bird has four wing، عنده four wing، عنده four أجنحة، no. crocodiles have big teeth، عنده سنان قوية جدا، أيوة تمام. cats have feathers، القطة ليها ريش، أكيد لأ، القطة ليها فر. the lion has claws، أكيد عنده مخالب، صح كده، الكلاوز يعني مخالب. هنكتب هنا teeth foot، لا دي بالاي هتبقى فيت وهيد، و هنا اسمه وينجز الاجنحه، كلاوز المخالب، فيس بيرد او بيك عشان ده من ار بيك، ارم تيس بالاي، تيث بالاي ليه؟ لانهم جمع والاي بتيجي مع زي فيت وفوت، التيس للأسنان الكتير، لكن توس لو سنة واحدة. طيب feathers فوت، تيلونز أو اللي هي المخالب برضو أو الضوافر الطويلة بتاع الحيوانات، ودي ليج، تيرتلز، كوركودايل، وهوبوز، وإنسكت، وسبايدر. واكتبوا الكلمات بالسبيلنج بتاعها الصح، واللي مش عارف كلمة يبص في الكلمات فوق ويشوف الحرف اللي ناقص، بس حاولوا الأول تكتبوها على قد إيه تذكركم. طيب تعالوا نشوف هنا السؤال بيقول إيه.
is ها هتاخد this ولا this؟ هتبقى this. This is a beak يعني منقار واحد. The turtles have ولا has؟ هي turtles بنعوض عنها ب it يبقى it ايه؟ it have ولا it has؟ ها فكروا وتعالوا اراجع معاك. وهاف وهاز بتاخد ايه؟ هي وشي وات بياخدوا هاز، لكن هاف بتبقى مع مين؟ اي وي وذي. اكتبها لكم هنا، هي شي ات بياخدوا هاز، ومين؟ اي وي ذي ويو بياخدوا هاف. والآي هنا هي المختلفة بتيجي برضو معها هاف، يبقى هي وشي وإت هما اللي بياخدوا هاز، يبقى التورتلز بنعبر عنها بإت يبقى إت هاز فور شورت ليج. زيس ولا زيس؟ آر آر يبقى جمع، يبقى زيس. هوبوز هاف ولا هاز؟ يبقى هما إيه بنعبر عنهم بذي يبقى ذي هاف فيذرز. زيس حاجة مفرد يبقى زيس إز. This is a leg هو ده إيه رجل. These جمع يبقى these are wings. Do ولا does crocodiles have talons؟ ها هنقول do ولا does؟ فكروا ويلا نفكر مع بعض. طيب احنا امتى بنقول do وامتى بنقول does؟ عشان في الاخر اقول لكم هنختار ايه. بنقول do بنقول does في الحالات اللي هي فيها هي وشي وات، غير كده كله بياخد، الباقي بياخدوا دو. طيب هنا كوركودايلز دي جمع تبقى مين؟ ها تبقى دو. برافو عليكم. يبقى دو كوركودايلز هاف تيلونز، ليه؟ لان قلنا هتبقى they we you بياخدوا مين؟ ها بياخدوا دو. طيب كمان نقول نمبر ايه. This is a قلنا اللي بالاي الكتير، لكن اللي بالاو هي المفرد، يبقى this is a food. No they بتاخد دو. يبقى no they don't. No they don't. نمبر 10 بتقول ايه؟ These are toes ولا تيس؟ ها toes ولا تيس يا سنة تانية؟ هنفكر ونقول مع بعض. يلا ها انا حلت لكم الفوت والفيت فوق. طيب these are بمعنى ايه؟ these are بمعنى يعني جمع. طيب يبقى ايه؟ لما يبقى جمع الجمع يبقى ايه؟ يبقى التيس. تمام ركزوا في الحتة دي. طيب mark right or x. turtles have legs صح ولا لا؟ اكيد صح. crocodiles have teeth عنده اسنان صح. cats have arms عندها دراعات لا عندها legs. ducks have beaks عندها منقار ايوه. lions have claws عنده مخالب ايوه. snakes have wings عنده دراعات بيطير بيها لا طبعا ما عندوش اجنحة. طيب تعالوا نشوف الإليفانت have ears عنده ears أكيد عنده ears عنده two long ears. spiders have talons spiders عنده talons talons يعني إيه سنة تانية؟ talons يعني مخالب وال spider عنده مخالب طبعا ما عندوش مخالب ما عندوش ضوافر. طيب تعالوا نقرأ الهوبوز. are small birds هم طيور صغيرة. they have orange black and white feathers عندهم ريش برتقاني وبلاك ووايت واسود وابيض. they have long هم عندهم long thin peak عندهم منقار حاد ده حاد بمعنى مدبب او حاد طويل ومدبب. their peaks help them to find insect and spiders to eat بتحتاجهم ربنا خلقهم سبحانه وتعالى الطيور دي ان هي عندها منقار طويل علشان تقدر تصطاد الانسكت والسبايدر علشان تعرف تاكلهم وتعيش. الهوبوز ار سمول انسكت هي حشرات ولا بيرد؟ لا هي
بيرد ما ينفعش نقول عليها حشرات. الهوبس هاف لونج ثين بيكس، ايوه طبعا علشان نقدر ناكل ياكلوا بيهم الانسكت والسبايدر. الهوبس هاف فيذرز، عندهم ريش، ايوه اورنج وبلاك اند وايت زي ما هنا كان كاتب لي. الهوبس ايت سبايدر اند انسكت، اكيد علشان كده ربنا خلقهم بمنقار طويل. تعالوا نشوف هنا، these are توس ولا تيس؟ برافو عليكم. this is a head. طيب this is a peak، ده من ار. this is a foot ولا feet؟ فكروا، احنا قلنا اللي بالاو مفرد واللي بالاي جمع، يبقى this is a feet ولا foot؟ foot، برافو عليكم. foot لان هي رجل واحدة، تمام. طيب تعالوا نشوف البيك بليتر بي فور بوك، تمام. طيب تعالوا نشوف هنا باقي الكلمات. arm، this is an arm. كبر شوية الصورة علشان يبقى الكلام واضح، تمام. this is an arm. these are wings اللي هي الأجنحة، تمام. طيب تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها، ده الفيذرز أو الريش. these are feathers، في e a t h e r s feathers. طيب ودي this is a leg، تمام، دي رجل واحدة. طيب this is a face، ده وجه. these are، دول ايه بقى؟ مخالب يعني clowns او talons، هنكتبها مثلا كده او كده، clowns او ايه، يدي يدي او talons، تمام. طيب هنا نشوف في اللي بعده، this is a سنة واحدة تبقى ايه؟ خلي بالنا توث، لكن اللي بالاي تبقى كتير اسنان، تيس. these are عرفناها خلاص، دول جمع يبقى بالاي، يبقى في these are feet، يبقى اللي بالاي هي الكتير سواء فوت او توث، تمام. اللي بالاي هتبقى فيت وتيس اسنان وارجل. هنكتب الكوبي، I like animals. مين معانا بيحب الانيمالز؟ مين عنده في البيت انيمالز وبيربيها؟ I like animals يعني انا بحب الانيمالز. مين بيحب عندنا الانيمالز؟ ها اكيد كلنا، في حد مننا عمره ربى حيوان صغير او حاجة صغيرة بيحبها، او حتى بنحب نروح الزو، بنحب مثلا البطة الصغيرة والقطة الصغيرة والكلب الصغير وهكذا. بالتوفيق يا حبايبي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا كل الفيديوهات من اول ماث لغاية الكونكت والكونكت بلس وكمان العربي في جميع المراحل من اول كي جي 1 لغاية جريد 3. باي باي، ما تنسوش السبسكرايب.